بحب الفتنة وأعمل فتنة بينهم، رح أخرب علاقتهم مع بعض. ماما وصلتني تحت. دي روز اليوم انك انا كمان. شو عملت اليوم بالمدرسة؟ لعبنا وشغلنا. وانت شو سويتي؟ انا يعني كان عندي افتر سكول وعملت يعني هيك يعني اونات هيك بالمدرسة. شو درستي؟ درسنا يعني العاشر هيك يعني نعد وهيك يعني. تعال حضر انا وياكي تلفزيون نتسلم. اوكي. الشيطان. ما تخافوا انا بحبكم، ما تخافوا انا بحب مصلحتكم، كل شي بحكي لكم اياه لكم. انت شو بدك من هون؟ فل من هون، شكلك بخوف. لا ما تخافوا مني، انا اللي بخلي حياتكم حلوه بكل الاوقات ودايما مبسوطين ومستمتعين بسببي. انا كتير حبيتك. شو اسمك؟ اسمي إلي. ليش انا شو سويت؟ عشان حكيت تأخر الصلاة، لو أخرت الصلاة تقدري تلعبي، لأنه أصلاً الفيلم بيروح عليك وبتزعلي آخر إشي بتصلي. أما الصلاة مش مشكلة، أهلا وسهلا، صلي أي وقت بدك. والله صح كلامك يا شيطان، بضيع كل وقتنا الحلو. شو رأيكم تحطوا أغاني وتستمتعوا وتعملوا حفلة وتترقصوا؟ فكرة والله. لك انت شو بتعملي؟ هاتي نرد على الشيطان. لا حط ايوه يلا شفتي ما احنا شو ما استفدتي ولا ايش بالصلاة. هاي الاجواء اللي بحبها، الرقص والاغاني. صح انت هلا مبسوطة؟ والله كثير. انين تعالي ابعدي من الشيطان. شو مالي؟ كثير منيح الشيطان، بنلعب مع بعض. مجنونة؟ هذا شيطان عدو. لا هذا اللي دخلنا النار. لا ما تسمع كلامه، انا اشطر واحد. ما تسمعي كلامه، تعالي خلينا نقول انا وياكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا عشان نوصل وياكي واجيبلك العاب. شفتي ما احلى الصلاة؟ قلبي ارتاح. ليش صليت؟ رغم هلا معانا الشيطان بعد. والله مظبوط يا ناس، حسيت براحة جواتي اكثر ما كنت اسمع اغاني. الاغاني اصلا للشيطان. ما هي شو ما سوئلين حبيباتي؟ بدي لكم شغلة، تعالوا ساعدوني شوي، عبود يخرب الغرفة، روحوا رتبوها حبيباتي. اوكي خالتي، يلا ماما بس شوي يلا ما تتأخروا علي. ايوه يا شطورين، العبوا بالايباد. شو بدكم بامكم؟ العبوا بالايباد. ايوه العبي، ما تودي على ماما انت وياها. العبوا. شو الجيم اللي بتلعبي فيها؟ واو ما اشترك انت بالالعاب. ايوه العب هاي اللعبه، بتيجي معها اغاني وتعلمك البيانو والموسيقى. ولك امك نادت عليكي. كنت خليها تلعب، خليها تتدرب تلعب موسيقى عشان تصير فنانه بالاغاني. خليها انت العبي، تدربي. يلا تدربي. هيك امك ما رح تنبسط منك حتى لو رتبتي. خلصت. نسيت امي. خليكي تلعبي احسن. لا بدي ارد على امي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هلا اجل ما تخلص.
تحت لاني سمعت كلام ماما. هلا هيك امي بترضعني وربنا بيرضعني. شو رايك اروح اجيب لك اشي نشربه؟ بسم الله. يا مي عم تشرب عصير يبقى بدون ما تقول بسم الله. رح اشرب معاه. شو بتعملي بتشرب معي؟ انا شو دخلني انت ما حكيت بسم الله؟ كيف يعني؟ اي حدا ما بحكي بسم الله باكل معه. بسم الله. يلا خلينا نروح على المدرسه. كيفك ماس؟ منيح الحمد لله. يلا هلا بدرسك. يلا بنتي تعال نروح. يلا لا يلا ادرس بنتي. يلا خلينا نلعب مع بعض. لا ادرس. يلا اوكي باي ماما. هدول شكلهم الصاحبات بحبوا بعض. انا بحب الفتنة واعمل فتنة بينهم. بحب المشاكل بين الناس. رح اخرب علاقتهم مع بعض. لين ما بتحبك وبتحكي عنك وبتقول انها بتكرهك لامها وللناس. لين دائما بتحكي عنك بس بتعمل حالها انها بتحبك. صاحبتك مش منيحة. 4 5 6 7 8 9. تعرف انها ناسا بتحكي عنك بكل الاوقات. بتحكي عنك وبتحكي عنك انك انت واحد مش منيحة ومش حلوة ومش شاطرة وغبية وبالمدرسة ما بتكون شاطرة وبتضلها تتمسخر عليكي وكل اصحابها يتمسخروا عليكي. تعمل حالها انها بتحب. ناسا انا بحبك انت. ليش ما بتحبيني؟ انت ما بتحبيني. لا انت. انت بتحكي عن. لا انت. لا انت. لا انت. راح اخلي الحياة تندم. عملت انجاز عظيم. خلص روح من بيتي. يلا هنا نروح من بيتك. يي شو صار لنا؟ ليه تعالي تعالي. ليش بدك بنتي ما بتحبيني؟ ولك هذا الشيطان ضحك علينا. كيف يسمح لنا نضحك علينا؟ والله يمكن نضحك علينا لانه عن جد احنا بنحب بعض. اعوذ بالله من